أويا تاورز، the future of the new capital. الحقيقة إنه الواحد لما كان بيسافر برا بقى ويشوف في أمريكا ناطحات السحاب كانت حاجة بقى، ودبي يعني كانت الحاجات دي بتبقى الأبراج دي مبهرة، لكن دلوقتي الحاجات دي موجودة كلها في العاصمة الإدارية الجديدة، الأبراج وناطحات السحاب، منهم برج أويا تاور من إيدج هولدنج، يعني حاجة بصراحة جميلة جدا جدا وعجبتني قوي. طبعا الحياة في العاصمة الإدارية الجديدة في منتهى الجمال، لأنه فيها طبعا المواصلات، فيها الفسح، فيها المطاعم، أماكن الخروجات، الأوتيلات، كل الخدمات متوفرة، يعني بصراحة حاجة مفرحانة جدا كمصريين. أويا تاورز، the future of the new capital.